إذا كان من حق الزوج أن يطلق زوجته مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت له من حقوق. وبالرغم من أن باب الطلاق وباب الخلع بابان متجاوران في كتب الفقه التي تدرس لطلاب الأزهر الشريف منذ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع لم يكن لها حضور مؤثر لا في دور الإفتاء ولا في لجان الفتوى الشرعية ولا في ساحات القضاء. وكان الخلع السائد في ذلكم الوقت هو الخلع بالتراضي، أي الخلع الذي يتوقف إمضاؤه على رضا الزوج، فإن شاء أمضاه وإن شاء أبقى زوجته في عصمته. والخلع بهذا التفسير لا شك يحرم المرأة من حقها الشرعي في تحرير نفسها من قبضة الزوج المتعسف. وقد ظل الأمر مرهونا برضاء الزوج إلى أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي أعاد للزوجة حقها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقة بائنة رضي الزوج أو لم يرضى. والأمر كذلك أن ينحو موضوع القوامة في الأسرة منحا يتسق ومنطق العادات والتقاليد وتسلطاتها الفكرية والسلوكية بقدر ما تبتعد فيه القوامة عن عدالة الشريعة وتوازنها في توزيع الحقوق والواجبات بين الزوجين، حتى أصبح من المعتاد في ظل هذا المفهوم إجبار الزوجة على العيش مع من تكره.